3:15 دقيقة رحلتنا انطلقت في اتجاه شرق تطاوين من حي النور مرورا بمنعطفات مستوى حتى الوصول لبوابة صحراء الخوي في طريق تنيرها كثبان الرمالة الذهبية متجهين إلى لغز آخر محير في الجهة. أثار ردود أفعال كبيرة من 2012 وهو معبر صلاح الحدودي واللي يتعرف بطريق القوافل ويقع شرق تطاوين على بعد 90 كيلومتر يطل على ليبيا تحديدا على منطقة تيجي. في تونس وتحديدا أهالي تطاوين شنوا حملة تحت عنوان هل معبر مشهد صالح نبغي نعبر، حملة حكينا عليها المنسق العام مراد العرضاوي وأكد أنه من 2012 لليوم الجهود متواصلة لتنفيذ اتفاقية تمت بين الطرفين التونسي والليبي منذ حكومة إجبالي. عندنا هبة شعبية باش نعملوها بحول لهم برمجينها لنهار 20 مارس، فمن الله باش تطاوين كل تخرج لمنطقة المعبر باش نعملوا غادي في تجمع ولقاء مع الاخوه الليبيين وباش معناها نعطوا صوره للحكومه التونسيه والحكومه الليبيه اللي احنا مطلب المعبر بتاع مشهد صالح تيجي معناها رانا شادين فيه صحيح وبحاول لها نحاولوا معناها كيفاش يفتح في اقرب وقت. وفي حوارنا معه أشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوة علمية تجمع الطرفين الليبي والتونسي ومستثمرين من كل البلدين لبحث سبل التعاون وتأثيرات المعبر على تونس وليبيا. عندنا في المدة الجاية بحول الله أم برانسيب احنا ما زلنا ما حددناش التاريخ بالضبط، ولكن أم برانسيب لتراز لكاتورز في أول العطلة عندنا برنامج بتاع ندوة علمية جايينها دكاترة من ليبيا ومن تونس ومعناها تحت اشراف مركز الاستراتيجي للبحوث الاستراتيجيه، مركز التونسي للبحوث الاستراتيجيه، وباش نعملوا معناها ندوه حول المعبر معناها والتاثيرات معناها الاقتصاديه والتجاريه والاجتماعيه في على تطاوين معناها على تونس وعلى ليبيا. والندوة تحت عنوان معبر مشهد صالح حدود لا سدود هيك بالضبط. وبعد الندوة نحاولوا باش نعملوا توأمة ما بين بلدية تطاوين وبلدية تيجي، وإن شاء الله باش نقوموا باستدعاء رجال أعمال من الأخوة الليبيين وباش نحاولوا كيفاش معناها نحركوا الاستثمار ما بين الاخوه رجال الاعمال الليبيين ورجال الاعمال معناها اللي من تطاوين باش يعملوا مشاريع جديده اللي تكون معناها دافعه للمعبر وكذا باش تزيد تتحرك المنطقه اقتصاديا. وفي حوار خاص مع صوت الضفتين أكد عدنان شريوت أحد أعضاء الحملة أنه العلاقات اللي تجمع الشعب التونسي والليبي علاقات اجتماعية وتاريخية، وأشار إلى أنه فتح المعبر باش يوطد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حبيت نقول اللي الشعب التونسي والشعب الليبي عندنا علاقات تاريخية وعلاقات اجتماعية، وماذا بينا عن طريق المعبر هذا يكون ثم علاقات اقتصادية. وعدنا احنا في بن قردان وعدنا في ذهبة، ماذا بينا نداوم معبر آخر علاش لا حتى معبر رابع وخامس؟ هذا واحد. في 2011 الشعب التونسي يقف مع الشعب الليبي. الليبي حكومتهم يعني ثورة ما شاء الله، يعني ايش بنقول لك، الحرب مش ثورة. احنا التوانسة وقفنا معاهم. وتحدث عدنان كذلك عن الثروات اللي تملكها تونس واللي تمكنها من انه تكون بوابة افريقيا وهمزة وصل بين كافة الدول. اخرى المنطقة هذيك اللي هي في طريق مشهد صالح غنية وغنية جدا. على بعد 20 كيلو من مركز المدينة جبس، جبال ما شاء الله، جبال يعني 40-50 معمل حاجة عادية. بعد ممكن تقريبا ب 10 كيلومتر المنطقة كلها رخام يعني سوبر كاليتي. بعد بن مهير عندنا الملح هذا ما شاء الله، يعني ما شاء الله كونتيتي كبيرة برشا. قريب من المعبر عندنا حتى الغاز، عندنا بير بن طرطار، فهمتي ولا؟ وثم ديجا ثم معمل قاعد معمل كبير ما شاء الله على الطريق. علاش لا ما تكونش تونس مثلي ولا همس توصل ما بين حتى يعني افريقيا عن طريق ليبيا. رحلتنا توفى مع الغروب في صحراء تطاوين وتنطلق في برشا بلايص اخرين مع عده اسئله، وقت شي تم فتح المعبر وعلاش التاخير هذا الكل؟